أرحب مباشرة بضيفي الكريم البروفيسور عبد اللطيف بوروبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قسنطينة. مرحبا بك معنا بروفيسور. أهلا وسهلا بك وكل المشاهدين، شكرا على الاستضافة. أهلا بكم، شكرا على قبولكم الدعوة. أبدأ مباشرة برسالة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في إطار مكافحة الإرهاب ووضع خطة عمل جديدة للاتحاد الإفريقي وتفعيل الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب. ربما اليوم بروفيسور بوروبي، دائما نتابع الجزائر ودورها الريادي في مكافحة الإرهاب في المنطقة وفي القارة، نقف اليوم ربما عند أبرز تصريحات رئيس الجمهورية. كيف ترون اليوم يمكن استغلال خطة عمل جديدة للاتحاد الإفريقي وتفعيل الصندوق الإفريقي مثلما أشار الرئيس في مكافحة الإرهاب؟ أكيد، وعندما نحلل أكثر يجب أن نفهم على أن الإشكالية السابقة مرتبطة بطبيعة الإرهاب ومفهوم الإرهاب، ونحن الآن حتى قانونيا لا نقول إرهاب، نقول الجريمة الإرهابية. لماذا هي جريمة إرهابية؟ لأنه يعاقب عليها القانون الداخلي والقانون الدولي. إذن هناك نظرة الآن شاملة حول مفهوم الجريمة الإرهابية لأنها تتقاطع مع الجريمة المنظمة ومع الإرهاب. نظرة الجزائر لا تخرج من هذا الإطار، نظرة الجزائر من خلال أنها تبلور تصورات ومنظومة قوانين نظرة التجربة التي عاشتها الجزائر في العشرية السوداء، والتي هي تجربة رائدة عالميا من حيث الآليات التي بلورت لمحاربة الإرهاب. منذ 2001 تغير المفهوم وأصبحنا نتكلم إرهاب بطابعه الشمولي الدولي، نظرا لأن مجلس الأمن أوجد لنا لجنة فيما تكون هذه اللجنة المرتبطة بمجلس الأمن لمحاربة الإرهاب. هل نحن الآن في نفس السياق؟ نقول نعم. التجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب، النظرة الجزائرية ضبط مفهوم الإرهاب مهم جدا، وعيد مفهوم جد مهم لضبط مفهوم الإرهاب الآن، لأن الجزائر ونظرتها والتعويل على الاتحاد الإفريقي والتعويل على عقلمة الحلول لا تخرج من إطار التذكير بأهمية على أننا الآن نحن الآن أصبحنا أمام معضلة أمنية ترتبط بالجميع. هل هذا الإرهاب موجه للدول المتقدمة أو الدول السائرة في النمو؟ أقول لا، كلاهما معنى بهذه الظاهرة الخطيرة والخطيرة جدا. الدول المتقدمة والدول المتخلفة السائرة في النمو، الدول الغنية الدول الفقيرة، كلها تعاني من هذه الظاهرة، والآن هي تحديا شاملة. وإفريقيا هي استثناء. لماذا إفريقيا والجزائر تذكر من خلال رئيس الجمهورية إفريقيا؟ لأن عدد الكيانات الإرهابية في الجزائر، نحن نتكلم عن 27 كيان إرهابي، وهناك تقاطع بين التنظيمات الإرهابية، وهناك مناطق أقول وعيد تستقطب الإرهاب أكثر من أخرى. طيب بروفيسور بوروبي، رئيس الجمهورية في رسالته أوضح أنه يجب تجسيد ربما مشروع الأمر بالقبض الإفريقي، ربما هل ترى أن هذا المقترح سيخدم القارة؟ أكيد، لأنه من حيث الشكل هناك معضلة ومعضلة أمنية مرتبطة بقرارات مجلس الأمن. مجلس الأمن عندما يصدر قرارات بوفقا للمواد 39 حتى 51 المرتبطة بدوره في تحديد التهديدات والأخطار، يلزم الاتحادات القارية على تطبيق تلك القرارات. ولكن الإشكالية في الاتحادات القارية سواء كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الإفريقي أنه يعاني من مدى من مقاربة مالية وضعف التمويل المالي للاتحاد الإفريقي، وبالتالي الجزائر عندما تذكر على أن أهمية الصندوق لمحاربة الإرهاب وأهمية الاتحاد الإفريقي لا يخرج من إطار التذكير بالمعضلة الأمنية التي تعاني منها إفريقيا، وأن الصندوق الإفريقي لمحاربة الإرهاب لا يخرج من إطار على أن هنالك قرارات مجلس الأمن ويلزم الاتحادات كما هو الاتحاد الإفريقي بتطبيقها، ولكن في تدل مدى إشكالية مالية للدول الإفريقية، وهناك تباين بين الدول الإفريقية من حيث التمويل والميزانية مرتبطة بحارة الإرهاب، هناك إشكالية. وبالتالي الجزائر عندما تذكر بأهمية الصندوق وبأهمية القرارات الأممية وبأهمية الاتحاد الإفريقي لا يخرج من إطار على أن هناك ما يعرف الآن بأقلمة الحلول. قد يقول بعد ما أقصد بأقلمة الحلول أن الحلول للظاهرة تكون من خلال أفارقة، ولكن يجب أن نوفر مقاربات وآليات ميدانية فيما تكمن أن نوفر الغطاء القانوني فيما يكمن والاتحاد الإفريقي من خلال منظومة القوانين، أن نوفر مقاربة الأمنية التي نعاني منها الآن في محاربة الإرهاب، لأن هنالك تعذر وتعسر لبعض الدول في في اشتراكاتها مع الاتحاد الإفريقي في حد ذاته. نعم، أيضا بروفيسور عبد اللطيف بوروبي، ربما فيما يخص المقاربة الجزائرية التي دعا إليها رئيس الجمهورية فيما يخص ربما المساواة بين هذه التهديدات الإرهابية التي تضرب المنطقة أو القارة، إذن
بالنضال للشعوب، كيف ترون ربما هذه المقاربة، خاصة أن الجزائر لطالما تحافظ وربما تدعو للثبات على مبادئها لصالح القضايا العادلة؟ فعلا قلت وأعيد على أن الإشكالية كانت مرتبطة في السابق في ضبط مفهوم الإرهاب. من 1937 إلى 1981 نتكلم على أكثر من 109 تعريف للإرهاب، وبالتالي عندما تجزم الجزائر على أنه يجب أن نفرق بين قضايا العادلة للشعوب وتقرير مصيد الشعوب وحق ومراد استعمار الشعوب، يجب أن نميز ونفرق مع ما يسبق إليه مفهوم الإرهاب. إذا مهم جدا التذكير على أن مفهوم الإرهاب الآن أصبح تهديدا أقوى شمولي، على أنه هو عنف مادي عنف معنوي موجه للمواطنين موجه للدول. والإشكالية الآن على أن الدول الأخرى في العالم تعرف تراجع والقارة الإفريقية تعرف تزايد، هو الإشكال. وهناك المناطق هي مناطق حدودية بالنسبة للجزائر، كما هو منطقة الساحل نحن نتكلم عن 5.6 كيلومتر مربع، نتكلم عن أكثر من 100 مليون نسمة، ونتكلم عن منطقة لاستقطاب الإرهاب في ظل توفر السلاح وتوفر ماذا المال وما شابه ذلك. إذن الجزائر عندما تذكر على أن المفهوم الإرهاب يجب أن يطبق على أنه تهديد مادي ومعنوي للأفراد والدول، على أنه مرتبط ليس ببعد عقائدي وفقط، أقول وعيد ليس ببعد العقيدة، يجب أن نفهم على أن الإرهاب الآن أي نعم هو عنف مادي ومعنوي ولكن مرتبط بدوافع أخرى مثل الجوع والفقر والتغيرات البيئية. والمنطقة هو بالنسبة للجزائر ومناطق أخرى في نساء إفريقيا تعرف تتوفر على الظروف التي هي مدى مستقطبة للجماعات الإرهابية، الجوع، الفقر، التغيرات المناخية، التغيرات البيئية. نقطة جد مهمة أشرتم إليها بروفيسور، ربما فيما يخص مكافحة الإرهاب لا ننسى أيضا التنمية القارية، وأيضا هي مقاربة تدعو إليها الجزائر عبر تحقيق التنمية في القارة الإفريقية واستعادة دورها الريادي في العالم. أكيد، لأن حتى الشعارات يجب أن تفهم الجزائر رصدت أكثر من دور للأرض فيما تكمل الدوري فيما تكمل هذه المكانة الدورة، خاصة الدول الساحل محيطنا الجزائري، نتكلم عن 10 دول قارية وتعاني ما اكتشاف أمني وتعاني تزايد الجماعات وتعاني من الجوع والفقر. ربما أقول ربما أن المعتقد على أننا نتكلم عن دول غنية من حيث الموارد ولكنها فقيرة من حيث التنمية، ولذلك الجزائر يعني تراف أن يجب أن نذهب أو تقبل مفهوم الإرهاب أكثر من ذلك. أؤكد على أن مفهوم الإرهاب ليس كما يعتقد البعض فقط، وإنما الجوع والفقر وهذه المناطق التي محيطنا الإقليمي تتصاعد في الجوع والفقر، وبالتالي قبل هذه المنطقة من أمن الجزائر والعكس صحيح. نعم، جزيل الشكر لك بروفيسور عبد اللطيف بوروبي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قسنطينة على كل هذه الشروحات القيمة التي وفيتنا بها في ملفنا للنقاش المخصص لفترة الظهيرة الإخبارية.